وبركاته استكمالا للتغذية الغذائية للإنسان. احنا الحصة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات عرضنا تركيب الجهاز الهضمي، وطبعا اتفقنا قلنا التغذية اللي هي الغذائية بتعتمد على اول حاجة الهضم، وتاني حاجة امتصاص الغذاء لاستفادة الجسم. طبعا عندي الجهاز الهضمي في الإنسان بيتم الهضم في أماكن ثلاثة. طبعا بيتم الهضم في الفم وفي المعدة وفي الأمعاء. يبقى إذا التغذية الهضم بيتم في الفم، عشان كده نقدر ناخد الهضم في الفم. طبعا الهضم في الفم هنا، طبعا الفم ده بيبقى اول مهضم بيدخل عن طريق الغذاء. الفم مكون من مجموعه من الاسنان موجوده على الفكين العلوي والسفلي. طبعا هذه الاسنان في منها لتنظيف الطعام ولتفتيت الطعام وقطع الطعام وطحن الطعام حتى يسهل بلع هذا الطعام في منطقه الفم. طبعا الفم ده بيساعد في عملية البلع وجود السائل اللي هو المخاطي، اللي هو بيحتوي على مادة المخاط وبيحتوي على مجموعة من أو بيحتوي على نوع من الإنزيم اسمه إنزيم الإميليز. يبقى إذا الإنزيم الإميليز ده يوجد في منطقة الفم، إنزيم الإميليز ده بيعمل في وسط قلوي ضعيف، بيعمل في وسط قلوي ضعيف. طبعا بيهدر اول ماده غذائيه اللي هي ماده النشا. يبقى انا عارف ماده النشا، عندي ماده النشا مادة النشا النشا دي بيحصل لها تحليل مائي. وجود انزيم الإميليز او انزيم التايلين فبيدينا سكر ثنائي اللي احنا بنسميه ملبوس. اذا اول عمليه هضم بتتم في الفم، او اول عمليه هضم بتتم في الجهاز الهضمي بتمر بتتم في منطقه الفم بواسطه تفتيت وطحن الطعام. وجود غدد اسمها الغدد الدعابيه بتفرز انزيم اسمه انزيم التايلين. هذه الغدد الدعابيه، هذه الغدد بتعمل على هضم مادة النشا، والنشا سكر معقد فبتحوله إلى سكر ثنائي يعرف باسم سكر الملتوز. يبقى ده سألني سؤال، قال لي أول عملية هضم أين تتم؟ يبقى أول عملية هضم بتتم في منطقة الفم. بعد الفم بيأتي ما يعرف باسم البلعوم. يبقى انا عندي غدد دعابيه موجوده في الفم اهي. بعد كده بيجي الحاله اللي احنا الجزء اللي بيتم فيه مرض الطعام. وطبعا لازم اقول مرض الطعام بواسطه الماده المخاطيه موجوده في الوعاء بيسهل الطعام بحيث يمكن بلع. طبعا اول ما بيبلع الغذاء بيبلع في منطقه اسمها منطقه البلعوم. منطقه البلعوم دي هي عباره عن انبوبه مشقوقه قسمين. في قسم ده بلعوم، في قسم بيخش عن طريقه الهواء اثناء الجهاز التنفسي، وفي جزء تاني بيخش عن طريقه الطعام اثناء الجهاز الهضمي. طبعا البلعوم ده بيتم فيه اثناء البلع عمليه فعل منعكس. في حاجه اسمها الفعل المنعكس اثناء عمليه البلع. ايه الفعل المنعكس اثناء عمليه البلع؟ لو جينا بصينا بنلاقي في نهايه تجويف الفم من الداخل ما يعرف باسم زي المزمار. اثناء البلع هتلاحظ حركة القصبة الهوائية الأعلى
فبتسد فتح او بتسد المزمار علشان الغذاء يمر من البلعوم المليء ولا يمر من القذره الهوائيه. ممكن يجينا سؤال، ماذا تعرف عن الفعل المنعكس للغذاء؟ يبقى اذا الفعل المنعكس للغذاء هو ان حركه القذره الهوائيه او حركه الحنجره الاعلى اثناء عمليه البرد بتسد بايه؟ بتسد المزمار حتى يمر الغذاء للمريء ولا يدخل بالقصبه الهوائيه. تاني جزء في عندنا انبوبه طويله اهي بعد البلعوم يعرف باسم المريء اللي هو المريء اهو. المريء ده عباره عن انبوبه طولها 25 سنتي. يبقى اذا لما يجي يقول المريء المريء ده بيقع بعد البلعوم. من عند الفرق البلعوم المريء، المريء ده عباره عن انبوبه طولها 25 سنتي بتمتد من خلال تجويف الحجاب الحاجز، بتبقى فيها عضلات دائريه وعضلات طوليه عشان تعمل حركه دوليه اثناء مرور البلعه الغذائيه اهي. هتلاقي في حركه دوليه بتتم على طول المريء وعلى طول الجهاز الهضمي حتى الامعاء عشان تمر من خلالها البلعه الغذائيه. يبقى الحركه اللي بتتم من خلال البريء وسط العضلات اسمها حركه جلوديه. ولو حد سالني المريء ده هو مبطن من داخل من غشاء مخاطي بيفرز سائل مخاطي، هذا السائل المخاطي ساعد على حركه البلعه الغذائيه مع حدوث الحركه الجلوديه. دي اسمها ملاكمه وظيفيه. ملاكمه وظيفيه يعني ايه؟ يعني يسالني يقول لي ما هي الملاكمه الوظيفيه للمريء؟ ده المريء اهو. ايه الملاكمه الوظيفيه بتاعته؟ انبوبه طولها 25 سنتي، جدارها فيها عضلات، بتتحرك حركه دوليه عشان تساعد حركه البلعه الغذائيه من داخله، وكمان في سائل مخاطي ساعد على انزلاق البلعه الغذائيه. البلعه الغذائيه بتوصل لحاجه اسمها المعده. يبقى احنا بدأنا الفرق، شفنا ايه اللي حصل فيه، بعد كده البلعوم، بعد كده المريء، بعد كده بيجي ايه؟ المعدة. طب المعدة دي عبارة عن ايه؟ أكبر عضو أو أكبر جزء في الجهاز الهضمي. المعدة أكبر جزء في الجهاز الهضمي. المعدة بتبدا بفتحتين، ده شكل المعده، بتبدا بفتحتين، فتحه اسمها فتحه الفؤاد، والفؤاد هو فتحه قريبه من القلب، والقلب كما نعلم باللغه العربيه يطلق باسم فؤاد، فهذه الفتحه بالمعده القريبه من القلب هذا الفؤاد تسمى بفتحه الفؤاد، ويوجد بها حلقه عضلية. هنا في حلقة عضلية عشان تسمح بحركة الغذاء من المريء للمعدة. هنا هي. وبيلتقي المعدة بعضلة عاسرة اسمها فتحة البواب. يبقى إذا العضلة العاسرة عضلة العاسرة بتوجد في نهاية كيس المعدة عند فتحة البواب عشان تتحكم في مرور الغذاء اللي بيمر من المعدة للأمعاء الرفيعة على فترات معينة. ولكن الأهم من ذلك اللي احنا بندور عليه، الهضم في المعدة بيتم ازاي؟ الهضم في المعدة كيف يتم؟ طبعا الهضم في المعدة، الهضم في المعدة بيتم عن طريق سائل اسمه اللي هو العصير المعدي. في عندنا العصير المعدي. مما يتكون العصير المعدي؟ مما يتكون العصير المعدي؟ بيتكون من ثلاث حاجات، من ميه،
اسمه HCL وانزيم اسمه انزيم البوتسينوجين. انزيم اسمه البوتسينوجين. يبقى العصير المعدني، طبعا العصير المعدني بيفرز من خلال جدار المعدة، وهو عبارة عن مية، عبارة عن مية بنسبة 90% بالإضافة لحمض الهيدروكلوريك بيبقى من 1.5 لـ 2.5 الـ pH بتاعه، بيفرز برضه الـ HCl. علامة على في انزيم غير نشط اسمه البيبسينوجين. استنى شوية بقى، هنا في حمض، الحمض ده لو اتمكن من جدار المعدة هيعمل ايه؟ الانزيم ده اتمكن من جدار المعدة هيعمل ايه؟ هيعمل مشكلة في المعدة، يسبب لها قرح، عشان كده في غشاء مخاطي كثيف بيبطل جدار المعدة ده. يبقى إذا المعدة بالملاكمة الوظيفية بتاعتها إن فيها جدار أو فيها غشاء مخاطي كثيف. ليه؟ عشان الحمض مع المية مع الإنزيم، لأن الإنزيم ده هيهدم مادة البروتين. بمعنى أصح، أنا عندي إنزيم البيبسينوجين ده كان غير نشط، كان إنزيم إيه؟ غير نشط أهو، بينشط بواسطة حمض الـ HCl. طيب لما بينشطوا إلى إيه؟ إنزيم اسمه إنزيم البيبسين. يبقى البيبسينوجين ده كان غير نشط، مع الـ HCl تحول إلى بيبسين نشط. طب وبعدين نعمل إيه؟ خلينا نتكلم عن انزيم البيبسين ده، كل اللي بيعمله بياخد البروتين، بياخد البروتين قطع اللحم، بيبدا عباره الى عديد البيبتين الى صوره ابسط من ماده البروتين دي، اسمها عديد البيبتين، اسمها عديد البيبتين. طب وجدار المعده ده ما دام البروتين، يبقى لو الانزيم ده اتمكن منها اللهم ان هيسبب لها قرح المعده. طب الغشاء المخاطي الكثيف ده بيعمل ايه بقى؟ يمنع وصول العصاره دي لجدار المعده حتى لا تهضم نفسها. وهنا ممكن يجي بقى ايه؟ كذا حاجه. السؤال الاولاني، هل ممكن انزيم البيبسين ده والفيلين اللي كان بيهدم النشا ده يشتغل في المعده بعد ما يوصل الاكل النشا في المعده ده؟ طبعا. الله، ليه؟ اصل انزيم التايلين او انزيم الامليز ده بيعمل في وسط قلوي، قلوي ضعيف، يعمل في وسط قلوي ضعيف. طب هذا وسط ايه؟ وسط حلو. يبقى اول حاجه انزيم البيبسين ده حلو، انزيم متاثر التايلين او الامليز هيتوقف، لان هينشر بعد كده انزيم التوكسين اللي نشط، مش كده؟ ويديني ايه؟ عديد الايه؟ البيبتيد. السؤال الثاني، هل وجود طبقه كثيفه من المخاط عشان يمنع وصول العصاره الاضمه لجدار المعده حتى ايه؟ لا تهرب. طيب نيجي بقى نبص بعد كده هنلاقي ان دي خطوات من الات هضم الغذاء في الفم وفي المعده، على ان شاء الله نستكمل في الفيديو القادم الهضم في الامعاء، ويبقى نهايه الجزء بتاع الجهاز الهضمي. شكرا لكم. We'll be right back.
عبادته استكمالا للتغذية غير ذاتية في الإنسان. احنا الحصة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات عرضنا تركيب الجهاز الهضمي، وطبعا اتفقنا قلنا التغذية اللي هي الغير ذاتية بتعتمد على اول حاجة الهضم، وتاني حاجة امتصاص الغذاء لاستفادة الجسم. طبعا عندي الجهاز الهضمي في الانسان بيتم الهضم في اماكن ثلاثة. طبعا بيتم الهضم في الفم وفي المعدة وفي الأفعى. يبقى إذا التغذية الهضم بيتم في الفم، عشان كده طبعا ناخد الهضم في الفم. طبعا الهضم في الفم ده، طبعا الفم ده بيبقى أول مهضم بيدخل عن طريق الغذاء. الفم مكون من مجموعة من الأسنان موجودة على الفركين العلوي والسفلي. طبعا هذه الأسنان في منها لتنظيم الطعام ولتفتيت الطعام وقطع الطعام وطحن الطعام حتى يسهل بلع هذا الطعام في منطقة الفم. طبعا الفم ده بيساعد في عملية البلع وموت السائل اللي هو المخاطي، اللي هو بيحتوي على مادة المخاط وبيحتوي على مجموعة من أو بيحتوي على نوع من الإنزيم اسمه إنزيم الإميليز. يبقى إذا الإنزيم الإميليز ده بيوجد في منطقة الفم، إنزيم الإميليز ده بيعمل في وسط قرن ضعيف، بيعمل في وسط قلوي ضعيف. طبعا بيهدر اول ماده غذائيه اللي هي ماده النشا. يبقى انا عندي ماده النشا، عندي ماده النشا النشا دي بيحصل لها تحليل مائي. وجود انزيم الإميليز او انزيم التايلين فبيدينا سكر ثنائي اللي احنا بنسميه ملبوس. إذا أول عملية هضم بتتم في الفم، أو أول عملية هضم بتتم في الجهاز الهضمي بتكون بتتم في منطقة الفم وسط تفتيت وطحن الطعام. وجود غدد اسمها الغدد الدعابية بتفرز إنزيم اسمه إنزيم التايلين. هذه الغدد الدعابية، هذه الغدد بتعمل على هضم مادة النشا، والنشا سكر معقد فبتحوله الى سكر ثنائي يعرف باسم سكر الملتوز. يبقى لو جاي سالني سؤال قال لي اول عمليه هضم اين تتم؟ يبقى اول عمليه هضم بتتم في منطقه الفم. بعد الفم بياتي ما يعرف باسم البلعوم. يبقى انا عندي غدد دعابيه موجوده في الفم ايه؟ بعد كده الحاله اللي احنا الجزء بيتم فيه مرض الطعام. وطبعا لازم نقول مرض الطعام بواسطه الماده المخاطره الموجوده في الوعاء بيسهل الطعام بحيث يمكن البلع. طبعا اول ما بيبلع الغذاء بيبلع في منطقه اسمها منطقه البلعوم. منطقه البلعوم دي هي عباره عن انبوبه مشقوقه قسمين، في قسم ده بلعوم، في قسم بيخش عن طريقه الهواء اثناء الجهاز التنفسي، وفي جزء تاني بيخش عن طريق الطعام اثناء الجهاز الهضمي. طبعا البلعوم ده بيتم في اثناء البلع عمليه فعل منعكس، في حاجه اسمه الفعل المنعكس اثناء عمليه البلع. ايه الفعل المنعكس اثناء عمليه البلع؟ لو جينا بصينا بنلاقي في نهايه تجويف الفم من الداخل ما يعرف باسم زر المزمار. اثناء البلع هتلاحظ حركه القصبه الهوائيه الاعلى فبتسبب فتحه او بتسا
ساب المزمار علشان الغزال يمر من البلعون المليء ولا يمر من القصره الهوائيه. ممكن يجينا سؤال، ماذا تعرف عن الفعل المنعكس للغزاء؟ يبقى اذا الفعل المنعكس للغزاء هو ان حركه القصره الهوائيه او حركه الحنجره الاعلى اثناء عمليه البرق بتسبب ليه؟ بتسبب المزمار حتى يمر الغزاء للمليء ولا يدخل بالقصره الهوائيه. تاني جزء في عندنا انبوبه طويله اهي بعد البلعوم يعرف باسم المليء اللي هو ده مليء اهو. المليء ده عباره عن انبوبه طولها 25 سنتي. يبقى اذا لما بيجي يقول المليء اه المليء ده بيقع بعد البلعوم. يبقى انا عندي الفرق البلعوم المليء. المليء ده عباره عن انبوبه طولها 25 سنتي بتمتد من خلال تنويف الحجاب الحاجز، بتبقى فيها عضلات دائريه وعضلات دوليه عشان تعمل حركه دوليه اثناء مرور البلعه الغذائيه اهي. هتلاقي في حركه دوليه بتتم على طول المليء وعلى طول الجهاز الهضمي حتى الامعاء عشان تمر من خلالها البلعه الغذائيه. يبقى الحركه اللي بتتم من خلال المليء وسط العضلات اسمها حركه دوليه. ولو حد سلامي المبيد ده هو مرتبط بالداخل بغشاء مخاطي بيفرز سائل مخاطي، هذا السائل المخاطي ساعد على حركه البلعه الغذائيه مع حدوث الحركه الدوليه. دي اسمها ملاكمه وظيفيه. ملاكمه وظيفيه يعني ايه؟ يعني يسالني يقول لي ما هي الملاكمه الوظيفيه للمبيد؟ ده المبيد اهو. ايه الملاكمه الوظيفيه بتاعته؟ انبوبه طولها 25 سنتي، جدارها فيها عضلات بتتحرك حركه دوليه عشان تساعد حركه البلعه الغذائيه من داخل، وكمان في سائل مخاطي ساعد على انزلاق البلعه الغذائيه. البلعه الغذائيه بتوصل لحاجه اسمها المعده. يبقى احنا بدانا الفرق، شفنا ايه اللي حصل فيه، بعد كده البلعوم، بعد كده المريء، بعد كده بيجي المعده. طب المعده دي عباره عن ايه؟ اكبر عضو او اكبر جزء في الجهاز الهضمي. المعده اكبر جزء في الجهاز الهضمي. المعده بتبدا بفتحتين، ده شكل المعده، بتبدا بفتحتين، فتحه اسمها فتحه الفؤاد، والفؤاد هو فتحه قريبه من القلب، والقلب كما نعلم باللغه العربيه يطلق باسم فؤاد، فهذه الفتحه بالمعده القريبه من القلب هذا الفؤاد تسمى بفتحه الفؤاد، ويوجد بها حلقه عضليه. هنا في حلقه عضليه عشان تسمح بحركة الغذاء من المليء للمعدة. هنا هي. ويمتلئ المعدة بعضلة عاسرة اسمها فتحة البواب. يبقى إذا العضلة العاسرة، عضلة العاسرة بتوجد في نهاية كيس المعدة عند فتحة البواب عشان تتحكم في مرور الغذاء اللي بيمر من المعده للامعاء الرفيعه على فترات معينه. ولكن الاهم من ذلك اللي احنا بندور عليه، الهضم في المعده بيتم ازاي؟ الهضم في المعده ماذا يتم؟ طبعا الهضم في المعده، الهضم في المعدة بيتم عن طريق سائل اسمه اللي هو العصير المعوي. في عندنا العصير المعوي. مما يتكون العصير المعوي؟ مما يتكون العصير المعوي؟ بيتكون من ثلاث حاجات، من ميه، حمض اسمه HCl،
وإنزيم اسمه إنزيم البيكسينوجين. إنزيم اسمه البيكسينوجين. يبقى العصير المعدني، طبعا العصير المعدني بيفرز من خلال جدار المعدة، وهو عبارة عن مية، عبارة عن مية بنسبة 90% بالإضافة لحمض الهيدروكلوريك بيبقى من 1.5 لـ 2.5 الـ pH بتاعه، بيفرز برضه الـ HCl. علاوة على في انزيم غير نشط اسمه البيبسينوجين. استنى شوية بقى، هنا في حمض، الحمض ده لو اتمكن من جدار المعدة هيعمل ايه؟ والانزيم ده اتمكن من جدار المعدة هيعمل ايه؟ هيعمل مشكلة في المعدة، سببها قمح. عشان كده في غشاء مخاطي كثيف بيبطل جدار المعدة ده. يبقى اذا المعده من الملاكمه الوظيفيه بتاعتها ان فيها جدار او فيها غشاء مخاطي كثيف. ليه؟ عشان الحمض مع الميه مع الانزيم، لان الانزيم ده هيهدم ماده البروتين. بمعنى اصح، انا عندي انزيم البيبسينوجين ده كان غير نشط، كان انزيم ايه؟ غير نشط اهو، بينشط بواسطة حمض ال HCl. طيب لما بينشط بينشطه الى ايه؟ انزيم اسمه انزيم البيبسين. يبقى البيبسينوجين ده كان غير نشط، مع ال HCl تحول الى بيبسين نشط. طب وبعدين نعمل ايه؟ خلينا نتكلم عن انزيم البيبسين ده. كل اللي عمله بياخد البروتين، بياخد البروتين قطعة لحم، بيبدأ هربها إلى عديد البيبتين، إلى صورة أبسط من مادة البروتين دي، اسمها عديد البيبتين، اسمها عديد البيبتين. طب وجدار المعدة ده ما دام البروتين، يبقى لو الانزيم ده اتمكن منها اللهم ان هيسبب لها قرح المعده. طب الغشاء المخاطي الكثيف ده بيعمل ايه بقى؟ يمنع وصول العصاره دي لجدار المعده حتى لا تهضم نفسها. وهنا ممكن يجي بقى ايه؟ كذا حاجه. السؤال الاولاني، هل ممكن انزيم البيبسين ده والتايمين اللي كان بيهدم النشا ده يشتغل في المعده بعد ما يوصل الاكل النشا في المعده؟ لا طبعا. الله، ليه؟ اصل انزيم التايمين او انزيم الامينيز ده بيعمل في وسط قلوي، قلوي ضعيف، يعمل في وسط قلوي ضعيف. طب هنا الوسط ايه؟ وسط حلو. يبقى اول حاجه انزيم البيبسين ده هيوقف، انزيم متاثر التايمين او الامينيز هيتوقف، لان هينشط بعد كده انزيم البيبسين اللي نشط، مش كده؟ ويديني ايه؟ عديد الايه؟ البيبتيد. السؤال الثاني، هل وجود طبقه كثيفه من المخاط عشان يمنع وصول العصاره القادمه لجدار المعده حتى ايه؟ لا تقوم. طيب نيجي بقى نبص بعد كده هنلاقي ان دي خطوات من الات هضم الغذاء في الفم وفي المعدة، على ان شاء الله نستكمل في الفيديو القادم الهضم في الامعاء، ويبقى نهايه الجزء بتاع الجهاز الهضمي. شكرا لكم.